السلام عليكم مشاهدينا الكرام الأفاضل، ها نحن معكم من جديد في فيديو جديد من الموقع العاصمة المغربية الرباط بجانب الكورنيش. نقول لكم آخر مستجدات مشروع لو كاروسيل الضخم. ما تعرفوا مشروع لو كاروسيل عنده جانبين، هذا الجانب الأيمن والجانب الأيسر ديالو هو هذا اللي كنصور لكم. غادي نتابعوا لحظة بلحظة وغادي نكتشفوا هذا المكان، هذا الشارع ديال مصطفى السايح اللي كنصوروا منه الآن، وغادي نكتشفوا جميع الأشغال بالجانبين. بينما نحن كنصور لكم الإخوان على الجانب من زاوية بعيدة، كيف ما تتعرفوا هذا المشروع هذا رجع على الكورنيش ديال العاصمة الرباط. المهم الاخوان، دابا قلنا بان هذا المشروع كيتوفر على المساحه ديال 10 ديال الهكتارات. بينما كنصور لكم كنعطيكم معلومات حول هذا المشروع، قلنا بان المده ديال الانجاز ديال هذا المشروع وهي غادي تكون ديال 5 ديال السنوات ان شاء الله. الميزانيه خصصت لهذا المشروع وهي مليار ونص ديال الدرهم. هو الحاجه المزيانه اللي غادي يدير هذا المشروع وهي فيها وظائف، غادي يدير اي خلق لنا 2200 وظيفه مباشره وغير مباشره. غادي يشمل هذا المشروع كما تشوفوا معنا الاشغال الداخل، غادي يشمل مركز تجاري مساحه على ديال 33000 مربع، وغادي توفر على 120 متجر بالاضافه الى منتزه بحري بطول 500 متر، وفندق 5 نجوم غيتوفر على 120 غرفه بالاضافه الى 12000 متر مربع من المكاتب ومركز التدليك وقاعة للاجتماعات والاحتفالات. ها نحن الآن بالموقع نحاول نصور لكم ما يقع في داخل هذا المشروع هذا. كيف ما تشوفوا معنا الآن، ها انتم الأشغال هنايا على اليمين وعلى اليسار. هنا تبارك الله راه الناس خدامين، زعما هذا المشروع هذا ما بداش بزاف. وها نحن نشاهد تقدم على مستوى الأشغال من الموقع. ها انتم كتشوفوا معنا لحظة بلحظة. ننقل لكم المشروع من داخل الموقع، هذا الموقع الضخم لانه الصراحة غادي يوفر بزاف ديال الوظائف، 2200 وظيفة. كيف ما تشوفوا معنا دابا حنا في هذه الطريقة اللي كنصور لكم، نحاول نصور لكم اللوحات على الخارج. كيف ما تشوفوا معنا هنايا، هذا هو الشكل النهائي، هذه هي القروة اللي المهم الرافعة تقولها باللغة العربية، الرافعة والقروة باللغة ديال الدارجة. هذه تتكلف برفع الأثقال كيف ما قلنا سابقا في فيديوهات سابقة. الشركة المكلفة ديال هذا المشروع هذه وهي إمكان ماروك، هذه الشركة المكلفة بالإنجاز ديال هذا المشروع التي تتخذ من الإمارات المقر ديال عند المقر ديالها في الإمارات. انتما كتشوفوا معنا هنايا، هنا نحاول نصور لكم المشروع من زاوية واحدة أخرى. احنا الآن عاوتاني في زاوية واحدة أخرى كنشوفوا الموقع كيف تشوفوا. دابا احنا بجانب البحر، هاد البلاصة دابا راه البحر هو اللي كيبان لينا هنايا على اليمين ديالنا. المشروع دابا اللي حنا فيه على اليمين، مازال غادي إن شاء الله نقطعوا الطريق للجهة الأخرى وغادي نشوفوا الأشغال تما كاينة فين وصلات إن شاء الله لحظة بلحظة إن شاء الله. المشروع النهائي تما تبين هنا في اللوحات النهاية ديال المشروع كيفاش غادي يكون. حاولوا نشوفوا هاد البلاصة حتى هي، تبارك الله راه الأشغال مستمرة، واخا كاينة واحد الحرارة الصراحة هنايا، ولكن مع بالقرب من البحر دايز واحد الهواء الصراحة زوين بزاف. هنا تتشوفوا الأشغال على اليمين تاني وعلى اليسار كيف ما تشوفوا معنا هنايا، هذا هو الساس راه خدامي فيه تاني في هذه البلاصه هذه. لحظه بلحظه كنتعرفوا على هذا المكان، حنا كنتواجدوا كنتذكير كنتواجدوا في شارع مصطفى السايح وكنصور لكم هذا الموقع هذا. دابا غادي ننتقلوا لموقع اخر ان شاء الله، نفس الموقع قد قطعنا دابا الطريق.
حنا دابا كنتواجدوا في الموقع اخر ديال لوكاروسي، الجهه الثانيه اللي كنت قلت لكم عليها. حنا دابا طريق بينات المشروع كما قلت لكم كاين جوج بلايص، من اللي هي جهه البحر والطريق الى قطعتها كاين مشروع اخر هو ديال لوكاروسي ايضا. هنا عاوتاني الاشغال كيف ما تشوفوا معنا هنايا، هنا الاشغال مستمره، هنا الساس كبير صراحه، غادي يكون هنا الساس كبير، داكشي علاش هنا ما واضحش لنا الاشغال بزاف كيف ما تشوفوا معنا هنايا. حنا مازال كنتواجدوا على شارع مصطفى السايح وكنصور لكم الموقع الثاني. هنا هذا الموقع هذا اللي كيف ما تشوفوا هنايا راه جا في موقع استراتيجي. علاش هذا الموقع الثاني تنصور لكم جا في موقع استراتيجي؟ جا على شارع مصطفى السايح، وبالتالي جا على شارع اخر اللي غادي نشوفوه ان شاء الله. هنا دابا كنحاول نصور لكم الموقع الثاني، ومن بعد غادي نحاولوا نمشيو لشارع اخر باش نحاول نشوفوا المشروع من زاويه واحده اخرى ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو وغادي ننتقلوا ان شاء الله لشارع اخر. هو الشارع هو داك اللي تيبان لينا من لهيها، هذاك هو شارع الجيش الملكي. حنا هذا الشارع ديال مصطفى السايح كيف ما قلنا من قبل. هنا راه فيه باركين، الناس اللي بغات تصطالي السياره ديالها تحط السياره. حنا دابا كننتقلوا لزاويه واحده اخرى، وفي نفس الوقت كنوري لكم على اللائحه هنايا المشروع كيفاش غادي يكون. ها انتم كتشوفوا البنايات تبارك الله، الصراحه ملي غادي يكمل هذا المشروع هذا غيعطي واحد القيمه مضافه للعاصمه الرباط، وخصوصا على شكل كورنيش العاصمه. ها انتم كتشوفوا البناء تبارك الله، الصراحه داك الشيء مزيان و صراحة تبارك الله داكشي غيكون نظيف يعطي واحد القيمة للكورنيش وغيزيد يزيان الكورنيش ديال العاصمة. هادشي كنتمناو ان شاء الله. حنا دابا غادي ننتقلوا كما قلت لكم، حنا تنتمشاو ان شاء الله لموقع اخر باش نوري لكم الاشغال من زاوية واحدة اخرى ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو وخليكم معنا باش نشوفوا زاوية اخرى ديال فين وصلات الاشغال ان شاء الله في هذا الموقع هذا. المعلومات هذه اللي مكتوبة بالفرنسية راه ذكرناها كاملة تقريبا، ذكرناها في البداية ديال الفيديو كيف ما تشوفوا معنا هنايا. هنا الاشغال بوتيرة تبارك الله، راه بوتيرة سريعة الصراحة، الوتيرة سريعة تبارك الله عليهم، ما عندي ما نسالهم. كنتمنى هذا المشروع هذا يستافد منه الناس اللي ما خداماش ان شاء الله. ها انتم شوفوا البناء تبارك الله، شوفوا الاشغال، شوفوا المناظر الجميلة الصراحة اللي تزين بها الموقع هذا. ومؤخرا ولات كتعرف الرباط مشاريع ضخمة صراحة على خطى العواصم العالمية، وهذا الصراحة ميزة زوينة للعاصمة، كتزيان العاصمة المغربية تبارك الله. هنا تقريبا الإخوان دابا وصلنا للشارع ديال الجيش الملكي، وكنحاول نصور لكم الموقع من مكان آخر. هانتوما كتشوفوا معنا الزاوية واحدة أخرى دابا هنا فين كنصور لكم، كما قلنا من قبل بأننا حنا دابا كنتواجدو على شارع الجيش الملكي. هذا المشروع هذا اللي ديال لوكاروسيل اللي كتشاهدوا الأشغال مستمرة فيه تبارك الله. ونحاولوا نزيدوا شوية من اتجاه آخر من زاوية واحدة أخرى إن شاء الله وكنصور لكم. صراحة هذا المشروع هذا اللي تبارك الله زعما يعطي واحد القيمة مضافة للعاصمة المغربية. وفي الأخير ما تنسوناش بجيم، تخليو لنا شي تعليق شي ملاحظة شي سؤال، فأنا في الخدمة وغادي نجاوبكم عليه إن شاء الله. وما تنساوش إذا كنتي أول مرة كتشاهد هذا الفيديو على القناة ما تنساش الاشتراك في القناة تشجيع على نشر المزيد إن شاء الله.